خوف من التلقيح بصفة عامة، وما فيهش خوف من التلقيح هذا، لأن التلقيح اللي اخترناه، اللقاح اللي اخترناه لقاح عادي، لقاح نعرفوه كالتلقيحات اللي درناهم عدد من الأمراض، إذن ما فيهش خوف. وبالمناسبة نطلب من المواطنات والمواطنين، نحن رتبنا الأولين هما القطاع الصحي أو الأشخاص اللي كبار السن عندهم أمراض مزمنة يتلقحوا، لأن إلا هذه هي الطريقة الوحيدة لتفادي من هذا الوباء. أما الطريقة الأخرى اللي لازم تتواصل ونزيد نكرر عليها، هي بالطبع هي احترام التعليمات والتوصيات، وهي التباعد الجسدي وغسل اليدين وارتداء الكمامة.